خلينا نروح لجزئية أخرى، وحديث مستمر وهيفضل مستمر خلال الفترة اللي جاية بخصوص صفقات النادي الأهلي. سوبر كورة الحساب الرسمي ليهم على فيسبوك قالوا إن الخطيب يبحث مع أمير توفيق ملعب أو ملف صفقات الأهلي الصيفية. كلها بتبقى طبعا في إطار الاجتهادات، أكيد النادي الأهلي مهتم بعدد من اللاعبين ده أمر مؤكد، أكيد النادي الأهلي مهتم دائما بتدعيم صفوفه من خلال جلب العناصر اللي أكيد تكون إضافة ومميزة بالنسبة للفريق وخططه المستقبلية، ففي تركيز في الجزئية دي، في كتمان في نفس الوقت على الصفقات اللي ممكن يكون النادي الأهلي بيتفاوض معاها أو حتى حاطط عينه عليها وبيراقبها، كل حاجة في توقيتها هيتم الإعلان عنها، لكن دايما التنسيق بيكون موجود سواء الكابتن محمود الخطيب المشرف على الكرة أو كمان لجنة تخطيط الكرة مع أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي. طيب خلينا نروح لخبر آخر أو جزئية أخرى من خلال الأهرام على تويتر، الحساب الرسمي ليهم بيقولوا إن الأهلي يرصد 20 مليون جنيه لتمديد عقد السولية نجم وسط النادي الأهلي. في الحقيقة حتى الآن ما فيش أي أخبار رسمية من قبل النادي الأهلي بخصوص هذا الاتجاه، لكن المؤكد إن عمرو السولية يستاهل كل خير بصراحة، لعيب مميز وأحد أفضل اللاعبين المميزين جدا في مصر في مركزه. بنشوف قد ايه تاثيره مع النادي الاهلي، بنشوف قد ايه روحه في الملعب، امكانياته الفنيه والبدنيه ما شاء الله لا قوه الا بالله، ربنا يرجعه بالسلامه ويكون اضافه للفريق خلال المرحله اللي جايه، لكن دايما هدف النادي الاهلي هو الحفاظ على القوام الاساسي بالنسبه للفريق، ممكن يكون ملف في دراسه خلال المرحله المقبله، وفي انتظار طبعا الاعلان الرسمي من قبل النادي الاهلي بخصوص هذا الاتجاه. خلينا نروح